مشاهد لمقابر جماعية في أوكرانيا تعرض للمرة الأولى. عائلة أرجنتينية تختتم رحلة استمرت 22 عاماً، والكشف عن أطول سيارة بالعالم، والمفاجأة فيها مهبط طائرات. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلاً بكم. نبدأ من ملف الحرب في أوكرانيا، حيث أظهرت مقاطع فيديو عدداً من المقابر الجماعية في مدينة ماريوبول الأوكرانية حفرتها السلطات المحلية لاستيعاب أعداد القتلى المتزايد. وسائل إعلام أفادت بأن ماريوبول محاصرة منذ 12 يوماً وتتعرض لقصف روسي متواصل، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من السكان الذين يقيمون فيها أصبحوا بلا مياه وبلا تدفئة، بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط نحو 1500 قتيل في المدينة. بالتزامن مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 18، قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في هجومها على أوكرانيا، معتبرا أن استخدام هذه الأسلحة جريمة حرب. صحيفة ألمانية نقلت عن ستولتنبرغ قوله إن حديث موسكو عن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في أوكرانيا يعد سخيفا وادعاءات كاذبة، فيما يأتي بل تأتي تصريحاته بعد أيام على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن لروسيا بدفع ثمن باهظ في حال استخدمت أسلحة كيماوية في الأراضي الأوكرانية. بعيداً عن أخبار الحرب في أوكرانيا وإلى أستراليا تحديداً، حيث تشهد انتشاراً لفيروس التهاب الدماغ الياباني في مناطق عدة بعد تفشيه للمرة الأولى على الساحل الشرقي الذي ضربته الفيضانات. الحكومة الأسترالية أعلنت شراء كميات إضافية من اللقاحات المضادة للفيروس الذي قد يسبب الوفاة وينتقل عبر البعوض، فيما أشارت وزارة الصحة الفيدرالية إلى أن أعراض الإصابة به تشمل تصلباً في الرقبة وصداعاً شديداً وغيبوبة، لافتة إلى أن أقل من 1% من المصابين بالفيروس قد يصابون بمرض خطير كالتهاب الدماغ. في حادثة قد تكون الأولى من نوعها، اختتمت عائلة أرجنتينية اليوم الأحد رحلة سفر بالسيارة استمرت 22 عاماً وشملت أكثر من 100 بلد حول العالم. تقارير أفادت بأن الزوجين رزقا خلال رحلتهما التي بدأوها في يناير عام 2000 بأربعة أولاد ولدوا في أمريكا والأرجنتين وكندا وأستراليا، فيما كانت سيارة قديمة عمرها نحو 100 عام بمثابة الناقل الأساسي لهم طوال الرحلة التي قطعوا فيها مسافة 362,000 كيلومتر. في خبرنا الأخير، عادت السيارة التي تلقب بالحلم الأمريكي لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول سيارة في العالم بطول 30 متراً، بعدما حققت اللقب نفسه عام 1986 بطول 18 متراً. السيارة التي أثارت ضجة واسعة بتصميمها الفريد احتوت أيضاً على مهبط للطائرات المروحية، مسبح وملعب جولف صغير، فيما أشارت موسوعة جينيس إلى أن السيارة التي تتسع لأكثر من 75 شخصاً ظهرت في العديد من الأفلام والإعلانات. We'll be right back.